غزالات، اخباركم؟ صافا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم البارح، غير البارح ياكم، غير البارح عرفتوني معذوره معذوره، ما عندكمش فاش تشدوا فيا والو، عندي العذر. الله يحفظكم يا ربي. اليوم جيت نجاوب على الاسئله، حتى ذاك النهار وعدتكم وما وفيتش بالوعد. اليوم غادي نجاوب على بعض الاسئله اللي كيتكرروا عليا بزاف، و الحجاب سبحان الله ولات شخصيتك متقله ومرزنه بزاف. واتاك واتاك، الله يحفظك وينورك الحبيبه ديالي. وبالنسبه ماشي الحجاب اللي رزني ولا تقلني، اصلا كنت ثقيله وكنت مرزنه، غير سبحان الله الشخصيه كتبدل مع العمر. كل ما كتزيدي في العمر كل ما كتوزني كلامك كثار. انا كنشوف دي زانترفيو، كنشوف دي زانترفيو ديالي قبل، كنقول كيف انا قلت بحال هكا. بعد مرات كنشوفي تندخل ونخرج في الهضره، بعد مرات علاش، شنو هو السبب؟ هو كنت باقا صغيره في العمر، يعني كنت بنت 18 عام 17 عام، كنت بنت 18 بنت 17، يعني ما عنديش ديك، ما كنوزنش الهضره قبل ما كنقولها، يعني مازال صغيره. ولكن كل ما كنت كبر في العمر كل عام على عام كتبدلي شخصيتك، كتبدل كترزني. فانتوما حضرتو معايا دابا، انتوما المتابعين ديالي القدام غيشوفوا نهيله كل عام على عام تتبدل، نهيله كل عام على عام، فكنكبر معاكم. بديت معاكم وانا ستيت، واو حنايا غاديين وتنشرفوا. هاد السؤال تيطرح عليا بزاف، نهيله واش ولتي عادي ولا ولتي سيزاريان؟ لا، ولت قيصري. الحمد لله كان كلشي مزيان، كان شويه ديال التعب في الاول، ولكن الحمد لله الحمد لله. شكون كيربي معايا فارس؟ انا وماما، ولكن انا اكثر ما كنخلي حتى شي حد قيصر. انا اللي عاطيه الوقت كامل. الله يخلي لكم وليداتكم يا ربي. وحنا مازال دابا حنا مازال ما عرفناش مزيان من كيشبه، ولكن حنا كنقولوا كيشبه البابا والعينين عين الماما. ولكن مازال ما نقدروا نقولوا حتى حاجه. دابا الريحة زوينة ما تكونش فيتها 1000 درهم، ما عرفش واش فيتها 1000 درهم ولا لا. هي نيش حدايا، هي حدايا هادي اليان، واعرة 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 اليان. خدي الصغيرة ديالها، ممكن تكون ما فيتهاش 1000 درهم. وكينا ديال كوكو مادموزيل، تاهي واعرة، هاد الجوج ما كيموتوش. وسينيما، سينيما تاهي خطيرة. الله يستر. شوفي انا ضد انه المراه مع تزوج مع يلا طقس السلام عليكم انه موجود لك بنت ولا ولد، لا واحد 2 ans 3 ans بحال هكا كتعرفوا مزيان، تشوفوا انكم راكم مستمرين مع، تشوفوا انكم مكملين مع بعضياتكم، مستمرين مع بعضياتكم. عندك ساعه دير وليدات، والولاده راه ماشي سهله، يعني الوليدات مسؤوليه ماشي سهل، يعني خاصك تكوني قاد. شوفي سيزاريان على حسب الدكتور ديالك، انا طحت في واحد الدكتور تبارك الله عليه، وميرسي على صاحبتي كنزه اللي وراتو ليا، دكتور امين بيتيتي، كاين في كازا. البنات اللي حاملين ولا هذا سيروا عنده، راه واعر، يدو زوينه، فتحه صغيره دغيا كتنوضي، يعني ماشي دوك اللي كيفتحوا لك كتبقاي نعسه 3 ايام ولا 4 ايام ما قدر تحركي لها هكا لا هكا. يعني سيزاريان الطبيب شكون هو فقط. لي فيديو ديال المالديف اللي وريتكم هذا كانت اسبوع العسل. في 2018 شهر 8 بحال البارح كنا سافرنا في 2018. اي شي جنسيه ديال الغزال ديالنا فارس، الله يحفظه الله يحفظه. جنسيه ديال الغزال ديالنا فارس، الله يحفظه الله يحفظه يا ربي. جنسيته سعودي، ولكن العرق المغربي حاضر ناظر. بابا تيقول لي غتهضري معاه، بابا تيقول لي غتهضري معاه بالخليج، تنقولي واخا ان شاء الله. ان شاء الله غادي يخرج يقول لك انت فينك يا صاحبي، انت
تولد هنا في كازا وانت فينك اخويا. هاي كبيدة تخليتكم على خير، ما كرهتش نكمل معكم وهذا، ولكن كنسمع وي وي. يلا خليتكم على خير، كنحماق عليكم.